السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم معنا صبايا بقناتنا صبايا كيوت. حيكون الفيديو اليوم صبايا عن طريقة قص الشعر مدرج قصير مشفر الاطراف لعند الرقبة. كالعادة يا حلوين، وقبل ما نبدأ بالفيديو تبعنا بتمنى من كل صبية جديدة عم تتابعنا تشترك بقناتنا وتعمل لايك للفيديو، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. هلا صبايا تابعوا الفيديو خطوة بخطوة، وما تنسوا تعطوني رأيكم بخانة التعليقات. بالبداية صبايا حنبلل الشعر كتير مزبوط، بعدين رح نقسمه لست أقسام. رح ناخد شعر قمة الرأس ونقسمه لقسمين، وكل قسم على شكل مثلث. بعدين رح ناخد القسمين الجانبيات من مثلث الرأس الأمامي. رح ناخد منهم شوي من شعر الغرة وشعر السوالف ننزلهم على الوجه، والباقي بنرفعه بملقط الشعر. رح نقسم قسمين بأسفل المثلث الخلفي، ورح نترك منهم قسم بأسفل الرأس. هلا صبايا حنستخدم شفرة لحتى نقص أطراف الشعر لعند أسفل الرقبة. بعد ما ننتهي من قص الشعر بأسفل الرأس، رح ناخد قسم من الشعر اللي رفعناه ومنقصه بنفس الطريقة. بعد ما نقص شعر القسم اللي نزلناه، حنشفر شعر السوالف اللي منزلينه على الوجه. هلا صبايا حننزل باقي أقسام الشعر اللي بأطراف المثلث الخلفي من الرأس. حنسرحهم كتير منيح فوق الشعر بأسفل الرأس، ونقصهم بنفس الطول وبنفس الطريقة باستخدام الشفرة. أتمنى تكون فيديوهاتنا عم تنال إعجابكم، وإذا ما كنتوا لسه مشتركين بقناتنا فيكن تشتركوا هلأ وتعملوا لايك للفيديو، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. مثل ما ملاحظين صبايا استخدمنا هون المقص لحتى نقص أطراف الشعر الطويلة زيادة عن أطراف الشعر المشفرة. هلا صبايا بعد ما خلصنا أقسام الشعر من الخلف، حننزل أقسام الشعر الأمامية. حنقصها بطول الشعر بالأسفل، حنشفرها بالشفرة، وبعدين حنعمل تعديل بالمقص.
هلا حناخد قسم المثلث الخلفي ونفرده فوق الشعر. حنسرحه كتير مزبوط على الشعر من الخلف وبناخد منه خصلة بشكل عمودي من منتصف الرأس من الخلف. حنسحب الخصلة بالكامل لأعلى الرأس بزاوية 180 ونقص أطرافها لحتى تطلع معنا تشفيرات راكزة وأطوال شعر متساوية. بعدين رح ناخد الخصلة المجاورة إلها ومنقصها بنفس الطريقة بزاوية 180 مرفوعة لأعلى الرأس. بعد ما انتهينا من قص شعر قمة الرأس رح ناخد الشعر من الأسفل ونقصه على زاوية 90 لحتى يعطينا تدرج بسيط بأسفل الرأس. بحب ذكر كل صبية عجبتها قناتنا وتابعت فيديوهاتنا وحبتها تشترك بقناتنا وتعمل لايك للفيديو، وما تنسي تفعلي زر الجرس ليصلك من قناتنا كل جديد. هلا صبايا حناخد القسم الأخير من الشعر، رح نبلله كتير مزبوط بعدين منسرحه فوق الشعر وبناخد منه خصلة من منتصف الرأس. حنرفع الخصلة بزاوية 180 لأعلى الرأس مع خصلة من الشعر اللي قصيناه من الخلف ومنقصها على نفس الطول. منكمل باقي شعر القسم بنفس الطريقة، حناخد الخصلة المجاورة ونقصها على نفس الطول بزاوية 180. بعد ما انتهينا من قص الشعر من قمة الرأس رح ناخد خصلة عمودية من منطقة السوالف ونعدل طولها بحسب طول الشعر اللي بأعلى الرأس.
هلا صبايا ونحن واقفين بخلف الصبية رح ناخذ خسال عرضية من منطقة الغرة ونعدل طولها مع الشعر اللي قصيناه بقمة الرأس. وبهالشكل صبايا بتكون طلعت معنا النتيجة النهائية لقصتنا. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه، وإذا عجبكم حبايبي ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد، وما تنسوني يا حلوين من صالح دعاكم، بحبكم كتير.